السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي في قناتكم إيكول جبيرة اللبنة الثانية. قراءة الصورة لأنشطة كراسة لأنشطة اللغة العربية للمستوى الرابع ابتدائي. ولاحظوا الصورة وأعبر عنها عبر إلى الصورة. هناك مدرسة أطفالنا يقفون أمام مدرستهم. هي هنايا طفلنا يقطع الطريق. هنا محل أو مطعم. كيف نكتبها هنا؟ مطعم. هنا حلاق. هنا شرطية. ماذا تفعل؟ تنظم حركة المرور. أسرة تتناول كسكس الكسكس. أطفال يلعبون كرة القدم في ملعب الحي. ملعب الحي. سيارات. حديقة الماء. حديقة الملاهي. حديقة. هنايا غابة. نقل مدرسي. هنايا عمارات. اكتب كلمات انطلاقا من الصورة. اكتب كلمات. يلا مدينة. بعدين المدينة شنو فيها؟ شنو شفنا هنا؟ شنو هي قلتي؟ هذه عمارات. عمارات. وهذه هذا شنو هذا؟ ترامواي. شنو كيقولوا له؟ قطار. قطار مثلا. مدرسة. قطار. مدرسة. مدرسة. أطفال. أطفال. تلاميذ. بيتون. شو قلتي هذه؟ هنايا شرطية. شرطية. ملعب. ملعب. مطعم. مطعم. حلاق. شنو هذا؟ حلاق. متجر الحي. إذا متجر. متجر الحي. متجر قلتي؟ حلاق. حلاق. إشارة المرور. إشارة المرور. بيوت. هنايا منازل. 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 هنايا شنو هذي؟ هذيك قلناها. حديقة كتبناها. حديقة. حديقة. كاينش حديقة ما كتبناهاش. حديقة. شنو قلتي هذا؟ نقل؟ نقل مدرسي. نقل مدرسي. نقل مدرسي. زيدي شنو؟ دراجة. دراجة. طريق. طريق. صافي مزيان. شو الصفحة؟ هاش صفحة 11. دائما في اللبنة الثانية أقرأ كلمات وجملا. أقرأها لنا. أقرأ كلمات زائفة. غير زائفة هي. سبارة. فصور. شنو زائفة؟ يعني ماشي حقيقية. صافي. ولكن علاش؟ باش المخارج ديال الصوت ديالي تطور ليا. فصور. مفلد. قغان. قري لي كينا حيت هي راه مزيفه زائفه. صعيبه شوي. اه ما مولش عليها. ملر. ضامك. ضمال. ضامنا. يشمغ. قراص. ثياك. وبت. بفار. طبيقا. لكان. شخص. بازن. سكول. مافدة. مافدة. درنا النون كسرت لي نافدة. يلا زيد. فياص. كراس. كرال. طريسا. مسقف. مسقف. منرس.
أقرأ كلمات. قرية، القرية، حفل، الحفل، حفل، حقل، الحقل، بئر، البئر، شجرة، الشجرة، أرض، الأرض، سوق، السوق، زيتون، الزيتون، شارع، شارع، الشارع، بيت، البيت، دجاج، الدجاج، دكان، الدكان، مسجد، المسجد، يحرث، يلعب، يتجول، يتسوق، يشتري، يركب، يرعى، يعمل. أقرأ وأنطق الجملة وأنقل الجملة بخط جملة بخط جميل. يحرث الفلاح أرضه بالجرار. يسقي تسقي الفلاحة الماء من البئر. يساعد الأبناء والديهم في أشغال الأرض. يلعب الأطفال قرب المنزل. تطعم الفلاحة الدجاجات. يتسوق القرويون لوازمهم من السوق. في قرية مسجد قديم ومستوصف صغير ومدرسة ابتدائية. قريتي صغيرة لكنها جميلة وهادئة. أركب جملا على غرار الجملة أعلاه. مثال: يقلب الفلاح حقله بالمحراث. يتسابق المتسابق العداء العداء في الحلبة. في الحلبة. شو الصفحة 12. دائما لبنة الثانية. أقرأ كلمات وجمال. أقرأ كلمات زائفة. زائفة زائفة كنعرفوا شنو هي. يلا. يشاقر، بجر، رسك، ستا، دقا، مساك، غجي، نائجة، شناط، سمب، كشلا، مغصدا، مغصدا، مقطة، شهة، وزم، يحتوغ، يحتغ، بمسغض، مرخش، ونيز، كأش، لاجك، ملاخع، هزيطا، قاطو من. أقرأ كلمات. السفر، سفر، البحر، بحر، الرسم، رسم، اللاعب، لاعب، نادي، النادي، ناد، انتصار، الانتصار، غيوم، شتاء، فصول، قارص، نجاح، منازل، أراض، ملاعب، نائمة، شاطئ، مساء، هزيمة، مصطفى، مستشفى. زيدي أكملي. سعى، دعا، عصى، عصا، مصطفى، مفتخر، مجتهدة، شجعت. أقرأ وأنقل الجملة بخط جميل. جملة مش جملة. جملة. جملة بخط جميل. يحب الرسام لوحة الشاطئ والبحر. يذوق كل مجتهد فرحة الانتصار والنجاح. تتلبد السماء بغيوم كثيفة في فصل الشتاء.
دعا مصطفى صديقه لزيارة منزله الجديد. سافر اللائب إلى نادي جديد في بداية الموسم الكوري الكروي. كرة زمان كروية. شجعت الجماهير فريق المفضل في كرة كل العالم. الملاعب كل الملاعب يعني. ملاعب ملاعب. وركبوا جملا في على غرار الجملة التالية. مثال: تحب الجدة قصة الماعز والذئب. الماعز والذئب. دعا الأطفال الطفل دعهما دع الطفل دع الطفل أصدقائه. زي أصدقائه لقاءه لماذا؟ للبيت للحفلة لحفلة للحفلة للحفل للحفل. إذن إلى هنا ينتهي الفيديو. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.